اخوتي السلام عليكم. بالنسبه للخوت اللي سولوني، عندي كاربيراتور ما فيهاش الروتور، ما فيهاش بلاصه الروتور. ها هو انا عندي هنايا الالي وعندي هنايا الروتور، هاني جبت كاربيراتور تاع انا ما فيهاش الروتور، انا ركبت الالي وما فيهاش الروتور، واش غادي ندير؟ ها هو فلتر تاع الحديد شفتو، ها هو واضح، نديروه من هنا شفتو، فلتر تاع الحديد معروف رونو 19 اكسبريس، كاع يجيبوا هذا الفلتر فيه 3 سورس، ها هو سورسي، ها هو سورسي، وها هو السورتي خور نتاع الروتور. راه ها هما هنا دو سورتي، ربي استغفر الله، ها هما هنا دو سورتي ياك، وهذا روتور، هذا اللي كان يخرج من البومبا تاع ليسونس ندخله الفلتر، اللي يخرج من الفلتر يمشي الكاربيراتور، وهذا فيه روتور هنا في واحد كلابي صغير ويدير الروتور. صاي اللي ما عندوش روتور يركب فلتر هذا فيه 3 سورتي، او لا يدير واحد تي فراها أو لا يدير واحد التي بحال هادي، الآلي يدخل هنا وهنايا الآلي، هذا عطيك نخرج الآلي للكاربيراتور، وهذا تشغلو الفم ديالو هنايا باش يرجع الروتور. هادشي اللي كاين، السلام عليكم.